مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة إخبارية جديدة من الحياة الآن. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي لمدة 6 أشهر. وفي سياق متصل قال طارق الملا وزير البترول إن الحكومة اليوم وافقت في اجتماعها على عمليات للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بمنطقة شمال سيناء البحرية بالمياه الضحلة، وسيتم إرسال الاتفاقية لمجلس النواب في